أدرجت وزارة الشؤون البلدية والقروية عددا من الأنشطة الجديدة إلى قائمة الأنشطة المستثناة من الإغلاق في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وشملت القائمة المستثناة محال الفول والبوفيهات والآيس كريم والكوفي شوب والعصائر الطازجة والمشروبات الباردة والبيع بالتجزئة للشوكولاتة والكاكاو والمخابز وبيع الحلويات ومحال بيع الحيوانات. أخبارنا مستمرة معكم ولكن بعد هذا الفاصل.